بسم الله الرحمن الرحيم يا شباب. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هنبتدي إن شاء الله نشرح دلوقتي شابتر 5 اللي هو الإلكتروكيمستري. ده عن الأسبوع اللي هو اللي انتوا خدتوه أجازة في المتر. المفروض إن احنا الأسبوع الجاي هنبتدي سكاشن في شابتر 6، فده شابتر 5 اللي هو يعتبر ما تشرحش يعني في الإيه الأسبوع اللي انتوا كنتوا قاعدينه في المتر. الشابتر ده من الشباتر الصغيرة خالص، والدكتور عماد بيركز فيه على الأسئلة النظري، تمام؟ فتركز قوي في كل الكلام اللي هيتقال، لان كل حاجه لازم تكون فاهمها وما تحفظش، حاول ما تحفظش يعني. الشابتر اسمه الكترو كيمستري او الكيمياء الكهربيه. يعني ايه؟ يعني يا شباب هنهتم في الشابتر دوت بالعلاقه بين الطاقه الكيميائيه والطاقه الكهربائيه. يعني ايه؟ يعني هيكون عندي تفاعل كيميائي، ده هو فرع من فروع الكيمياء اللي بيهتم بدراسه العلاقه بين الطاقه الكيميائيه والطاقه الكهربائيه. يعني ايه؟ يعني يبقى عندنا تفاعل كيميائي هيطلع الكتريك كارنت، تيار كهربي لوحده من غير ما انت تتدخل، فبنسمي العمليه دي سبونتينيوس. يا اما انا اللي بوصل مصدر تيار بحيث ان هو يجبر تفاعل كيميائي او تكوين ماده معينه ان هي تترسب. ازاي بقى؟ عن طريق تفاعلين اسمهم الاوكسيديشن ريدكشن رياكشن. يعني ايه؟ تفاعلات الاكسده وتفاعلات الاختزال. الكلام اللي الدكتور حاطه في المحاضره هتلاقيني حاطته لك هنا، تمام؟ وحاطط لك تحت الحاجه المهمه underline. يعني ايه؟ يعني the reaction involve electron transfer and so they are oxidation reduction or redox reaction. يعني ايه؟ بيقول لك ان التفاعلات دي بتشمل انتقال الالكترونات، لذلك هي تفاعلات اكسده واختزال. طب ايه اللي هي الاكسده وايه الاختزال؟ ما هي دي بقى عمليه انتقال الالكترونات. يبقى انت عشان تعرف العمليه دي لازم تقرا الكلام اللي الدكتور كاتبه كده في المقدمه دي، وحاجه زي هنا مثلا التفاعل التلقائي مثلا هو بتاع البطاريات، الحجاره اللي احنا بنشتريها دي كلها، الحجاره او البطاريه اللي بتبقى في الموبايلات والتابلتس والساعات والحاجات دي، والبيس ميكرز دي اللي هي منظم نبضات القلب. السؤال ده الدكتور جابه جاي من الانترودكشن، من المقدمه، تمام؟ فانت تقرا الكلام ده كله، لازم تكون فاهم بقى الكلام ده عشان تعرف ايه تحل، مش ما تبقاش خاطئ. طيب ايه هي اصلا الخليه الجلبانيه دي؟ عباره عن ايه؟ احنا عندنا نوعين، يا اما التفاعل لوحده هيطلع تيار ودي بنسميها الجلفانيك سيل او الالكتروكيميكال سيل، تمام؟ يا اما التفاعل انا اللي هوصل مصدر تيار عشان يجبر ان يحصل اكسده واختزال. بص كده معايا، التفاعل اللي قدامنا ده مثلا الشكل اللي قدامنا دوت اس ان وسي يو او زد ان وسي يو. اي خليه فيها قطبين معدنين مختلفين، واحد بيبقى انود والتاني بيبقى كاثود، يعني واحد بيبقى قطب اسمه الانود وواحد بيبقى كاثود، هنقول دلوقتي على اساس ايه؟ واحد فيهم بيحصل له اكسده واحد بيحصل له اختزال. طيب هو يعني ايه اوكسيديشن ويعني ايه ريدكشن؟ قال لك الاوكسيديشن هي عمليه لوز اوف الكترونز. يعني ايه؟ يعني عمليه فقد الكترونات. يعني الاس ان ده او الزد ان ده، لا سواء كان ممكن يكون اس ان ممكن يكون زد ان ممكن يكون اي معدن تاني، الاس ان ده هيفقد الكترونات والالكترونات دي هتبدا تمشي في السلك وتدخل الناحيه الثانيه في نص الخليه الثانيه. يبقى احنا عندنا تو هاف سيلز اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي دي اسمها الدانيال سيل او الجالفانيك سيل. يبقى انت كده عندك اسمين ليه، تمام؟ دي الخليه اللي هتشتغل تلقائي، هيحصل فقد في الالكترونات، يعني الاس ان ده هيفقد 2 مول الكترون ويتحول الى ايون. يبقى عمليه الاكسديشن هو ان الميتال لوزز الكترونز اند كونفير تو ايون. يعني ايه؟ المعدن هيفقد الكتروناته ويتحول الى ايون. بالشكل اللي قدامك ده اس ان هيفقد 2 مول، يبقى ناقص 2 مول الكترون يدينا اس ان موجب، بس احنا مش بنحط ناقص 2 مول هنا، بنوديها الناحيه الثانيه زي ما انت شايف كده. طب ونص الخليه الثاني ال 2 مول الكترونات دول هيخشوا يلاقوا المحلول الالكترولايت اللي تحت ده فيه ايونات سي يو، انت تحط لي هنا مثلا محلول فيه سي يو اس او 4 مثلا عشان يديك ايونات سي يو وايونات اس او 4، هنا محلول اس ان سي او 3 مثلا عشان يديك اس ان وسي او 3 وهكذا. الالكترونات هتخش هنا هتلاقي السي يو الموجب يكتسب الكترونات ويتحول الى معدن النحاس، فتلاقي القطب دوت الكتله بتاعته مالها زادت، الكتله بتاعته ترسب عليها يعني، ماشي؟ يبقى الكتله دي هتزيد اما الكتله دي هتقل. دايما اللي بيحصل عنده اوكسيديشن بنسميه الانود، اللي بيحصل عنده ريدكشن بنسميه الكاثود، ماشي؟ يبقى الاوكسيديشن اوكيرز ات انود الكترود، القطب كلمه قطب دي يعني الكترود، والريدكشن اوكيرز ات كاثود الكترود، يعني الاختزال بيحصل عند قطب الكاثود. طيب بما ان ده حصل له اكسده يعني المعدن ده هيتاكل، يعني الالكترود او الانود دوت انكريز ولا ديكريز ان ماس؟ لا ديكريز ان ماس، الكتله بتاعت ده هتقل. اما الراجل اللي دخل له الكترونات ده هيخلي الايونات اللي موجوده جوه المحلول دي تلزق فيه وتبقى ماده صلبه، يعني كتلته زادت ولا قلت؟ زادت.
طيب وايوناته راحت فين؟ الايونات دي اتحولت لمين؟ لمعدن. اهي السي يو الموجب تحول الى سوليد، يعني السوليد بيزيد اما الايونات بتقل، يبقى تركيز الراجل ده بيقل اما الراجل ده تركيزه يزيد. هنا كتله القطب ده بتزيد، هنا كتله القطب ده بتقل. بما ان الانود بيفقد بنديله اشاره سالبه، والكاثود بيكتسب بنديله اشاره بوزيتيف، فبيبتدي يبقى عندك التفاعل الكلي. هتجمع الاثنين دول مع بعض، اس ان سوليد اهي وسي يو موجب، دول في المتفاعلات، من المتفاعلات، واثنين الكترون في المتفاعلات واثنين الكترون في النواتج هيطيروا مع بعض، يتفضل لك في النواتج اس ان موجب 2 وسي يو سوليد. ده اسمه الاوفر اول رياكشن، ده التفاعل بتاع الخليه. يبقى الخليه حصل فيها حاجتين لوحدهم تلقائي سبونتينيوس، يعني ايه هو؟ ان الاس ان حصل له اكسده لوحده والسي يو حصل له اختزال لوحده. طيب يا باشمهندس ليه الاس ان هو اللي حصل له اكسده وليه السي يو حصل له اختزال؟ اهو من حاجات النظر اللي الدكتور بيجيبها اهو. الجالفانيك سيل از ان الكتروكيميكال سيل ان ويتش ايه بيحصل فيها ايه؟ سبونتينيوس رياكشن جنريتس ان الكتريك كارنت، يعني تفاعل تلقائي. انت اتدخلت في التفاعل ده؟ لا محدش اتدخل. يبقى انت التفاعل ده لوحده طلع سبونتينيوس يعني تلقائي، طلع لي ايه؟ جنريتس يعني يولد او يطلع الكتريك كارنت. ماشي يا شباب؟ نخش بعد كده على مين؟ على ليه الاس ان او الزد ان او القطب اللي هيبقى موجود هنا هو اللي حصل له اكسده والسي يو حصل له اختزال. قال لك يا باشمهندس احنا عندنا حاجه اسمها، هنا بيعرفك طبعا مين هو الكاثود ومين هو الانود، يعني ايه اكسده اوكسيديشن ان الميتال لوزز الكترونز، ويعني اختزال ان الايون جين الكترونز. ماشي، والترجمه بتاعتهم اهو. وبالمناسبه اللي بيحصل له اكسده بيفقد الكترونات صح، بس بنسميه ريديوسنج ايجنت، يعني ايه؟ عامل مختزل. ليه؟ لان هو اللي اختزل الناحيه الثانيه. يعني بص كده، الاس ان حصل له اكسده والسي يو حصل له اختزال، ده حصل له اوكسيديشن فبنسميه ريديوسنج ايجنت، يعني عامل مختزل. ليه؟ لان هو ده اللي اختزل النحاس، هو ده اللي ودى له الالكترونات تختزل. والسي يو حصل له ايه؟ حصل له اختزال، يعني بنسميه اوكسيدايزنج ايجنت، عامل مؤكسد. تمام كده؟ يبقى احنا عندنا شباب اللي بيحصل له اوكسيديشن بنسميه ريديوسينج ايجنت، عامل مختزل، واللي بيحصل له ريدكشن بنسميه اوكسيدايزنج ايجنت. تمام؟ زي ما احنا شايفين كده ان الماده اللي بتفقد الكترونات دي الاوكسيديشن ستيت بتاعتها، حاله الاكسده بتاعتها بتزيد، يعني بنسميها عامل مختزل لان هي اللي بتختزل التاني. واللي بيحصل له ريدكشن او اختزال ده بيكتسب الكترونات، يعني الاوكسيديشن ستيت بتاعتها بتقل او الريدكشن ستيت بتزيد، اللي هو حاله الاكسده بتاعتها بتقل او حاله الاختزال بتزيد، وده بنسميه عامل مؤكسد لان هو اللي اكسد الثاني، هو اللي خد منه الالكترونات يعني. تمام؟ طيب ليه بقى دوت هو اللي حصل له اكسده وليه الثاني هو اللي حصل له اختزال؟ سيبك من الكلام ده كله، عندنا حاجه اسمها الستاندرد الكترود بوتنشال. يعني ايه الستاندرد الكترود بوتنشال؟ يعني في خليه قياسيه ستاندرد طلعوا منها كل الجهود بتاعت الاختزال، كل الجهود اللي انا هدالك في المساله يا باشمهندس ريدكشن بوتنشال. بمعنى الخليه زي ما انت شايف كده نصها ثبتوه اللي عليه خط داش ده، نصها في قطب بلاتين تمام ومحطوط في غاز الهيدروجين، قطب بلاتين محطوط في غاز الهيدروجين. طيب كل الجهود هتبقى اختزال ليه يا باشمهندس؟ لان احنا هندي لك الجهود في حاجه اسمها الستاندرد هيدروجين الكترود، كل العناصر حسبنا جهودها بالنسبه للهيدروجين، فكان الديتم بتاعنا هو مين؟ هو الهيدروجين، فبيسموا الهيدروجين هو الستاندرد هيدروجين الكترود. وجهده هيبقى بكام يا شباب؟ هيبقى بصفر، يعني جهد الهيدروجين بصفر. وحسب حط كل عنصر محطوط هو جنبه، حصل له ده حصل له اكسده والهيدروجين حصل له اختزال وهكذا، بدا يحسب الايه البوتنشال بتاع كل واحد فيهم. ماشي يا شباب؟ هيحسب البوتنشال بتاع كل قطب. يبقى احنا دايما نسبنا كل الجهود للهيدروجين، وجهد الهيدروجين اللي هو اتش موجب زائد مول الكترون يدينا نص اتش 2، او ممكن تضرب المعادله كلها في 2 اللي هو 2 اتش موجب زائد 2 مول الكترونز يدينا اتش 2 جاز. دوت جهده هيبقى بكام يا شباب؟ ده هيبقى بصفر. فهم لقوا ان كل العناصر اللي فوق الهيدروجين، دور كده معايا على الهيدروجين، ادي الهيدروجين فين اللي جهده بزيرو؟ اهو هو عامل لك خط تحتيه، الهيدروجين جهده بصفر، وكل من هو فوق الهيدروجين جهده موجب، وكل من هو تحت الهيدروجين جهده سالب. تمام؟ فهتلاقي دايما السي يو من الناس اللي فوق الهيدروجين،
جهد موجب، واللي تحت الهيدروجين كلهم جهود سالبه. كل ما تنزل لتحت كل ما انت هتبقى كويس في الاكسده والاختزال، ولا الاختزال، لا الاكسده. ليه؟ لان جهد اختزاله قليل. يعني ايه جهد اختزاله قليل؟ يعني مش كويس في الاختزال، يعني بيحصل له اكسده. وكل ما تطلع لفوق جهد اختزال عالي، يعني كويس في الاختزال فيحصل له اختزال. ماشي كده؟ يبقى بناء عليه، بناء على اللي حصل ده، هتلاقي ان السي يو موجود فوق، يعني يحصل له ايه؟ اكسده ولا اختزال؟ اختزال. اما الاس ان اللي كان موجود اهو موجود تحت، فيحصل له ايه؟ يحصل له اكسده. يبقى كده النحاس حصل له اختزال والاس ان حصل له اكسده. يبقى احنا بنحدد الاكسده والاختزال على حسب الجهود القياسيه، وتكون عارف دايما ان جهد الهيدروجين بكام؟ بصفر. يعني ايه قياسيه؟ يعني الخليه الضغط بتاع الهيدروجين دوت 1 بار او 1 اتموسفير، درجه الحراره 25 زائد 273 يديك 298، والمحاليل اللي موجوده تحت دي تركيزها كام؟ 1 مول او 1 مول على اللتر. تمام؟ طيب نرجع بقى تاني للخليه بتاعتنا. يبقى الخليه الجلفانيك سيل اللي هي اللي قدامنا دي زي الشكل اللي قدامك ده، الزد ان هيفقد لان جهده قليل، والسي يو هيكتسب لان جهده عالي. تمام؟ ده حصل له اختزال وده حصل له اكسده. يعني ايه اكسده؟ يعني المعدن فقد فكتلته قلت. وده يعني ايه اختزال؟ يعني ان المعدن او الايونات اللي هنا اكتسبت، فكتله الايونات اتحولت لمعدن ولزقت في القطب اللي موجود هنا دوت. ماشي يا شباب؟ طيب ايه بقى السولت بريدج دي؟ مش الراجل ده عمال اهو زي ما هو عمال لك سهم كده، قال لك الزد ان ده فقد الكترونات وتحول الى ايون موجب، يعني الايونات الموجبه عماله تزيد هنا، فمين يخش له؟ بنحط في السولت بريدج دي برده الكترولايت، ماده الكترولايت زي ان اي 2 اس او 4 اللي هو كبريتات الصوديوم. الراجل ده عنده موجب كتير، فيقوم داخل له الاس او 4 السالب يعمل له بالانس، انترنال بالانس. يبقى كده فايده القنطره الملحيه دي او السولت بريدج دي ان هو بيعمل انترنال بالانس. والراجل دوت ايونات السي يو الموجب عماله تتاكل وتخش تلزق جوه المعدن دوت تترسب عليه، يعني الايونات الموجبه قلت، فمين يخش هنا؟ يقوم ال ان اي الموجب جاي من بعيد اهو، ال ان اي قصاد الخط اهو ونازل داخل فيه عشان يعمل له ايه؟ بالانس يا شباب. ماشي؟ ممكن تخلي الشكل ده بالمنظر اللي قدامك ده، بدل ما تفصلهم عن بعض وتحط سولت بريدج، بنحط هنا حاجه اسمها بوريس بارير. يعني ايه؟ يعني غشاء منفذ، بحيث ان هو يحصل بالانس من ناحيتين، مش الراجل ده عنده زد ان موجب كتير وده عنده سي يو موجب قليل، فيبدا الزد ان الموجب يخش هنا يعمل له ايه؟ بالانس، وال ان او 3 الكتير اللي هنا يخش هنا يعمل بالانس، وهكذا. ماشي؟ يبقى الشكل دوت او الشكل ده. طيب ممكن اكتب المعادله ازاي او النوتيشن بتاع الخليه؟ النوتيشن بتاع الخليه بتكتبها ازاي؟ ثواني كده. ممكن تكتب اسم الخليه بالشكل اللي قدامك، خلينا نشوفها في الشيت، هتلاقيها موجودة في الشيت كتير، بالشكل اللي قدامك ده زي المنظر اللي قدامنا ده كده. افهم من كده ايه؟ ايه ال سوليد تحول الى ايه ال موجب 3. يعني ايه؟ يعني الالومنيوم حصل له اكسده ولا اختزال، المعدن تحول الى ايون يبقى حصل له اكسده، اف اي موجب تحول الى اف اي سوليد حصل له ايه؟ اختزال، الايونات تحولت لسوليد، والخطين اللي في النص دول انديكيشن للسولت بريدج. يبقى دي بنسميها النوتيشن بتاع الخليه بالمنظر ده. طيب انا هعمل ايه في المسائل يا باشمهندس، او انا هسالك في ايه في المسائل؟ انا هاجي اقول لك في المساله ان انا عندي خليه او تفاعل اوفر اول اهو، تقدر تقول لي الجهد بتاعه بكام؟ الجهد بتاعه بكام؟ والله لو انت طلعت الجهد بتاعك الاي نود سيل اللي هو الجهد الستاندرد لما التركيزات كانت بواحد والضغط بواحد، لو طلع موجب يبقى التفاعل ده تلقائي. يعني ايه تلقائي؟ يعني هو لوحده هيطلع تيار، يعني الرياكتنت هيطلع برودكت زائد كارنت، والتفاعل ده يحصل spontaneous. طيب لو لقيت الاي نود سيل طالع سالب يبقى التفاعل دوت نون سبونتينيوس. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش يحصل بالشكل اللي قدامك ده، ما ينفعش، لازم تحط انت مصدر خارجي للتيار عشان ايه؟ عشان يعمل الاكسده والاختزال. طيب تعالى شوف مساله كده. اول مساله في الشيت، مساله رقم واحد، ده الشيت نفسه اهو والحلول بتاعته اهي. بيقول لك given the following reduction potential، انا دايما هديك زي ما قلت لك من شويه جهود الاختزال، اي جي موجب زائد اي واحد الكترون يدينا اي جي سوليد، والاي نود بتاعته موجب 0.8، زد ان موجب زائد 2 مول الكترون يدينا زد ان سوليد، والاي سالب 0.76. عايز ايه؟ كالكوليت ذا سيل بوتنشال فور ذا فولوينج رياكشن اند بريدكت ويذر ذا رياكشن ويل تيك بليس اور نوت. يعني قول لي التفاعل ده هيحصل ولا لا؟ مين هو التفاعل؟ اهو هو كاتبه لك. بص بقى يا باشمهندس، انا دايما هديك كل الاثنين دول اختزال، طب مين اللي المفروض يحصل له اكسده ومين اختزال؟ احنا متفقين
ان العالي في الاختزال هيحصل له اختزال، والقليل في الاختزال يحصل له ايه؟ اكسده. تمام؟ طيب بس دي مش قاعده ثابته، انا اللي يهمني هو مين؟ هو الاوفر اول رياكشن، ده هو اللي هيحدد لي الراجل او الدكتور عايزني اعمل لمين اكسده وعايزني اعمل لمين اختزال. بمعنى بص كده، الزد ان سوليد تحول الى زد ان موجب، الدكتور عايزه يحصل له ايه؟ اكسده ولا اختزال؟ زد ان سوليد لما تحول لزد ان موجب اكسده ولا اختزال؟ اكسده. هل المعادله بتاعت الزد ان سوليد لما يتحول لزد ان موجب دي زي اللي انا مديها لك جيفن؟ لا، ده اللي انا مديها لك جيفن موجب هو اللي بيتحول لسوليد. يبقى انا اللي حاصل عندي في التفاعل اللي هو طالبه عكس اللي موجود ولا زيه؟ لا عكسه يا باشمهندس. يبقى انت هتقوم عامل ايه؟ هتقوم جايب المعادله اللي انا مديها لك جيفن دي وتاخدها تقوم عاكسها بالمنظر ده كده. فاحنا خدنا المعادله اللي فوق دي قلبناها، لما قلبت المعادله اسيب الاشاره موجبه ولا اسيب الاشاره سالبه ولا اغيرها؟ لا اغيرها اخليها ايه؟ موجب. طب ارجع تاني للاوفر اول رياكشن، الاي جي موجب عايزه يتحول للاي جي سوليد، ده المفروض حصل له اختزال، هل المعادله اللي فوق دي اختزال ولا اكسده؟ اه يا باشمهندس اختزال، خلاص يبقى خدها زي ما هي، يبقى هو واخد الاي جي سوليد زائد مول الكترون عشان الاي جي احادي يديني اي جي موجب قصدي، سوري، اي جي موجب زائد مول الكترونز يدينا اي جي سوليد. بس يا باشمهندس ازاي ده يفقد 2 مول الكترون وازاي دوت هيكتسب مول واحد؟ فقمنا ضاربين المعادله دي في كام؟ في الاثنين اللي انت شايفها. طب لما اضرب المعادله في 2 هل اضرب الجهد في 2؟ قال لك لا يا باشمهندس. ليه؟ لان الجهد ده خاص بالمعدن بنوع الماده نفسها، ربنا خالق الماده ديت جهدها كام يعني؟ الجهد بتاعها قيمته قد ايه؟ يبقى انت لو ضربت المعادله في رقم او قسمتها على رقم ما تعملش حاجه في الانود، ما تعملش حاجه في الجهد بتاعها. امال لو غيرت الاتجاه، لو خليت المتفاعلات نواتج والنواتج متفاعلات زي هنا كده، ومغير الايه؟ الاشاره. جمع التفاعلين دول كده مع بعض هتلاقي 2 اي جي موجب زائد زد ان سوليد يدينا زد ان موجب زائد 2 اي جي سوليد. الانود بتاعتها جمع دول كل واحد باشاره طلعت 1.56 فولت. طالما طالع موجب يا باشمهندس يبقى التفاعل ده هيحصل ولا مش هيحصل؟ هيحصل. هيحصل يعني ايه؟ يعني التفاعل سبونتينيوس. يعني ايه سبونتينيوس؟ يعني تلقائي. ليه؟ اسال نفسك ببساطه، الراجل خد اللي جهده عالي حصل له اكسده ولا اختزال؟ خد اللي جهده عالي خلاه يحصل له اختزال، واللي جهده قليل خلاه يحصل له اكسده. هو ده المنطق اللي احنا متفقين عليه؟ اه يا باشمهندس، احنا متفقين ان من الجدول اهو اللي جهده عالي بيحصل له اكسده اختزال، اللي جهده عالي ادي الاي جي من الناس اللي هي جهدها اعلى، الاي جي سي ال اهو الاي جي ماشي، وال الزد ان من الناس اللي موجوده فين؟ هتلاقي الزد ان من الموجودين تحت، ادي الزد ان هناك اهو، او زد ان زائد مول الكترون يديك سالب بوينت 7.6 ماشي. يبقى كده هو الراجل عمل حاجه منطقيه، عمل الايه؟ الحاجه المنطقيه اللي هو اللي مفهومه يعني. طيب تعال شوف حاجه تانية، فكره تانية كده، المساله الثانيه نفس السؤال، وهو قايل لك السي يو جهده اهو والان اي جهده اهو اختزال، كل الجهود قلت لك هديها لك اختزال، عايز التفاعل الكلي ده هيحصل ولا مش هيحصل؟ ابدا تبص لمين، ما تبصش للاثنين اللي فوق خالص، تبص لمين؟ للتفاعل الكلي اللي هو مديه لك. السي يو حصل له اكسده ولا اختزال؟ تحول من سوليد لمين؟ لايونز. السي يو من سوليد لايونز يبقى حصل له ايه؟ اكسده. هاخد المعادله اللي فوق زي ما هي يا باشمهندس ولا اعكسها؟ لا اعكسها يا دكتور. تمام، تقوم قالب الايه؟ المعادله دي، تعكس المعادله دي وتسيب دي زي ما هي ولا تغيرها؟ لا هنغير الاشاره. يبقى احنا هناخد المعادله الاولانيه دي عكسناها اهو زي ما انت شايف، وعملنا ايه في الانود؟ غيرناها. طيب ال ان اي موجب تحول الى ان اي سوليد حصل له اكسده ولا اختزال؟ اختزال، عشان الايونات لما بتتحول لمعدن دي اسمها ريدكشن او اختزال. هل دي زي المعادله اللي انا كاتبها لك فوق؟ اه، المعادله اللي كاتبها لي فوق ان اي موجب بيتحول الى ان اي سوليد يبقى حصل له ايه؟ اختزال. فاخدها باشارتها زي ما هي، خدنا دي باشارتها زي ما هي، جمع الاثنين مع بعض طلع الجهد ماله يا شباب؟ سالب. يعني ايه الجهد سالب؟ يعني كده التفاعل ده ما ينفعش يحصل بالشكل اللي انت طالبه ده. يعني ايه يا باشمهندس؟ يعني ما ينفعش ان انت تقول لي النحاس يحصل له اكسده. ليه؟ لان انت شايف اهو النحاس جهده عالي فالمفروض انه يحصل له اختزال، اما الان اي المفروض هو اللي يحصل له اكسده، هو عايز هنا يحصل العكس، عايز النحاس اللي يحصل له اكسده والان اي ابو جهد قليل هو اللي يحصل له اختزال. اذا التفاعل ده ما ينفعش يحصل سبونتينيوس، ما ينفعش من نفسه كده يحصل، لازم انا اللي احط ايه؟ مصدر تيار. بقى ازاي؟ لازم انت اللي تجيب لي مصدر تيار بالشكل ده كده، بص لي الفرق هنا، لازم انا اللي احط مصدر تيار لو انا عايز هنا العادي الاكسده بتحصل للاس ان والاختزال بيحصل للسي يو، صح؟ ده اسمه تلقائي.
لو انا بقى اللي عايز الاختزال يحصل للاس ان والاكسده تحصل للسي يو، عايز اشد الالكترونات من هنا اوديها هنا، عكس الكلام ده لازم اجيب مصدر تيار قيمته اعلى من الجهد اللي انت حسبته من شويه اللي هو ال 48%، ده الجهد الايه؟ السبونتينيوس. لازم تجيب مصدر تيار جهده اكتر من 48%، واعمل ايه يا باشمهندس؟ واوصل القطب السالب هنا، لان اتجاه التيار بيطلع من السالب يخش لمين؟ للموجب. يبقى الراجل اللي هيخش له الالكترونات ده القطب الموجب، الناحيه دي اللي هي الموجب، والناحيه دي هي مين؟ هي السالب. فهوصل السالب بمين؟ بالاس ان. ليه؟ عشان اجبره انه يدخل الالكترونات من هنا، يدخلها فين؟ للاس ان، فيبدا يتراكم على الاس ان كتله زياده، ويشد الالكترونات من السي يو، فيبدا السي يو دوت يتاكل. طيب هستفيد من دي ايه يا شباب؟ دي بنسميها الالكتروليتيك سيل، عكس مين؟ عكس الجلفانيك سيل، عكس الخليه الجلفانيه يا شباب. طيب هستفيد من الموضوع ده في ايه؟ قال لك انت يا باشمهندس ممكن تتحكم في الشحنه اللي موجوده اللي طالعه من المصدر ده. اه، عشان عارف ان الكيو بيساوي الاي في تي، ناس تقريبا خليتها في سنه، كيو الشحنه لتشارج ايكوال الكرنت اللي هو اي في مين؟ في الزمن او التايم اللي هو تي بالثانيه. فانا اقدر اقول لك دلوقتي الكتله اللي هتترسب قد ايه خلال الزمن دوت وخلال الشحنه او التيار اللي انت هتمر بيه. عشان انا معايا كيو بيساوي اي في تي، لو انا عندي الاي ب 3 امبير وهشغل الخليه دي لمده نص ساعه، يبقى انا كده الكيو بتاعتي بكام؟ 3 امبير في نص ساعه في 60 دقيقه، يبقى انا كده حولتها ثانيه، صح؟ حولتها ايه؟ ثانيه في امبير يعني اللي هو الكيو. المفروض المعادله بتاعت الاختزال بتقول لك ان الاس ان موجب زائد 2 مول الكترون يدينا اس ان سوليد، يعني كل واحد مول من ده بيترسب بشحنه نتيجه مرور شحنه 2 مول الكترونات، واحنا عارفين ان 1 مول الكترون بيساوي كام؟ بيساوي 96500. الدكتور هنا قايل لنا 96485، فهنلتزم بالرقم اللي الدكتور قايله. ماشي يا شباب؟ يبقى انت من خلال الكتله المترسبه دي او التيار والزمن ده تقدر تتحكم في الكتله المترسبه، والعكس لو انا عندي كتله مترسبه نص جرام مثلا، اقدر اقول لك ديت جايه من تيار كام لمده زمن قد ايه. ماشي، هنشوف المسائل بتاعتها دلوقتي. يبقى الالكتروليتيك سيل دي عكس دايما عكس الجلفانيك سيل. ماشي، طيب الكلام دوت الكلمتين البساط اللي احنا قلناهم دول الدكتور عماد جاب عليهم السنه اللي فاتت في الامتحان، في امتحان السنه اللي فاتت الفاينل. بص معايا كده، امتحان السنه اللي فاتت الدكتور عماد في شابتر 5 جايب اسئله نظري كتير. اولها بسم الله الرحمن الرحيم، بيقول ايه؟ نقط are devices don't use batteries for power. مين من دول أجهزة لا تستخدم البطاريات للباور؟ هل هي الأوتومبيلز العربيات والسمارت فونز الموبايلات والإلكترونيك تابلتس والتابلتس والووتشز؟ هل دول ما بيستخدموش البطارية؟ الحاجات دي بتستخدم بطاريات ولا لا؟ أه بتستخدم. طب البيس ميكرز اللي هي منظم نبضات القلب بيستخدم؟ أول كلمة زي ما قلت لك في الإنترودكشن، يبقى الحاجات دي كلها بتستخدم. هو قال لك إيه؟ مين من دول لا يستخدم؟ يبقى مين اللي ما بيستخدمش؟ ولا واحد من دول ما بيستخدمش، كلهم بيستخدموا. طيب البطاريات batteries use chemical reactions at، البطاريات بتستخدم تفاعلات كيميائيه حيث البطاريه دي بيطلع منها تيار تلقائي ولا غير تلقائي؟ ها؟ produce electricity spontaneously، يعني بيطلع تيار تلقائي. ماشي كده يا شباب؟ يبقى الدكتور عماد هتلاقيه مركز على الحاجات النظري اللي هو قايلها فين؟ اللي انا هتلاقيني كاتبها لك في المذكره دي اول صفحه بالظبط. أول صف أهو devices such as أهي batteries use chemical reactions that produce، الحاجة المهمة هتلاقيني عامل لك تحتها يا شباب underline. ماشي كده؟ طيب ده كده إيه النص الأولاني من الشابتر. بعد كده بقى في شوية مصطلحات اللي هو الكالكوليتنج سيل بوتنشال. مين هو السيل بوتنشال؟ مين جهد الخلية؟ قال لك جهد الخلية دي هو الإلكتروموتيف فورس اللي هو القوة الدافعة. هو إيه اللي خلى الإلكترونات تطلع من الزد إن؟ اللي خلى الالكترونات تطلع من الزد ان تروح للسي يو، عشان في فرق في الجهد هنا يا باشمهندس، يبقى دي بنسميها الالكتروموتيف فورس. طيب ارجع معايا كده للشيت. المساله دي الاولانيه لما انا قلت لك ان انا لما ضربت في 2 مش فارقه معايا في حاجه، امال ال 2 مول الكترون اللي انا ضربتهم دول او اللي انا ضربت فيهم ال 2 مول الكترون دول
هيفرقوا معايا في ايه؟ قال لك هيفرق معاك في حاجه اسمها الالكتريكال وورك. مين الالكتريكال وورك؟ الشغل. الخليه دي، الخليه اللي قدامك دي اللي فيها زد ان واي جي، مش التفاعل بتاعها سبونتينيوس يعني موجب؟ صح تلقائي. يعني مين اللي طلع الالكترونات من الزد ان وداها للاي جي؟ انت ولا الخليه؟ الخليه صح؟ هي لوحدها. يعني مين اللي بذل شغل؟ الخليه. طيب الخليه دي هيفرق معاها في ايه؟ قال لك يعني ايه اللي يتحكم في الشغل بتاعها؟ قال الجهد، فرق الجهد اللي بين الطرفين، يعني هي بتنقل الشحنه بين طرفين، فرق جهدهم 1.56. هتتعب اكتر الخليه دي ولا لو بتنقل بين فرق جهد واحد؟ لا اكيد لو 1.56 يبقى الشغل هيعتمد على مين؟ على فرق الجهد. وانت هتنقل كام مول الكترون يا باشمهندس؟ 2 ولا 1؟ قال لك هنا 2. هل الخليه لما تنقل 2 مول الكترون هتتعب زي الخليه اللي بتنقل 1 مول الكترون؟ قال لك لا، اللي هتنقل 2 مول الكترون هتتعب اكتر. اذا الشغل بيساوي الشحنه في فرق الجهد، الشحنه اللي انت هتنقلها في فرق الجهد اللي هي كيو في مين؟ في الاي. كيو في الايه؟ في الاي بتاعت الخليه. طيب الاي احنا عارفينها، جبناها زي ما انت شايف كده. طب الكيو، الكيو على قال لك هي شحنه الالكترونات. انت عندك كام مول الكترون؟ 2. يبقى 2 في مين؟ في شحنه المول من الالكترونات اللي هي 96485. يبقى احنا عندنا في فاكتور او مصطلح جديد، هو مين؟ هو الالكتريكال وورك. الالكتريكال مين؟ وورك. بص كده، ايه الالكتريكال وورك دوت؟ الشغل اللي هتبذله الخليه، هو ده تمام كده. الشغل اللي ايه؟ اللي هتبذله الخليه. ايه الالكتريكال وورك؟ قال لك الدبليو بيساوي ان في اف اللي هي كيو. كيو في مين؟ في الاي. وبنفك الكيو دي، هي مين؟ هي عدد مولات الالكترونات بتضربها في شحنه المول من الالكترون. تمام، شحنه المول من الالكترون اللي هي 96485. طب ايه السالب دي يا باشمهندس؟ لسه قايل لك انا من شويه، المفروض ان الخليه اللي التفاعل بتاعها تلقائي، مين اللي نقل الالكترونات من الانود للكاثود؟ الخليه ولا انت؟ الخليه. فبذلت شغل ولا اتبذل عليها شغل؟ هي اللي بذلت شغل. يعني موجب ولا سالب؟ لا سالب يا باشمهندس. تمام، ليه؟ لان هي فقدت. فانت لما تضرب الان بتاعتها 2، اللي هي المساله اللي احنا لسه كنا فيها دي، 2 في 96485 في 1.56، هيطلع لك الناتج ده موجب ولا سالب؟ لا موجب يا باشمهندس. طب وانا لسه قايل لك الخليه دي المفروض ان هي اللي فقدت، يعني سالب ولا موجب؟ سالب. اذا بنقوم حاطين الاشاره السالب دي عشان تظبط لك الايه؟ الدايركشن. يبقى المفروض ان التفاعل السبونتينيوس ده جهده بيطلع ايه يا شباب؟ جهده بيطلع موجب. اما الشغل بتاعه بيطلع موجب ولا سالب؟ لا سالب، لان مين اللي بذل شغل؟ الخليه ولا مصدر خارجي للتيار؟ لا الخليه. امال لما نيجي نخش على المساله الثانيه دي واجي اقول لك الشغل المبذول قد ايه؟ هتقول لي والله يا باشمهندس بيساوي الاي باشارتها كده تمام؟ في الكيو اللي هي 2 في 96485 في السالب بتاعة القانون، فالسالب هتروح مع السالب ويدي لك موجب. يعني ايه؟ يعني مين اللي بذل الشغل؟ المصدر الخارجي للتيار عشان التفاعل دوت يطلع نون سبونتينيوس. مش احنا قلنا التفاعل ده عشان يتم لازم احط مصدر خارجي للتيار عشان دي بالسالب؟ يبقى انت عندك حاجتين كده مهمين. لو انت عندك، انا مش كاتبها هنا، لو انت عندك التفاعل سبونتينيوس تلقائي هيطلع جهد الخليه او السيل بوتنشال او الالكتروموتيف فورس بوزيتيف، اما الالكتريكال وورك هيطلع نيجاتيف. طيب لو التفاعل نون سبونتينيوس يعني محتاج مصدر خارجي للتيار، فانت هتلاقي السيل بوتنشال الاي نود بتاعه السيل طالعه سالبه، اما الالكتريكال وورك هيطلع سالب في السالب بتاعه القانون، فيدي لك موجب. يعني ايه؟ يعني الشغل البطاريه اللي بره هي اللي بذلته على مين؟ على الخليه. ماشي كده؟ طيب المسائل بقى، ده النص الاولاني في المسائل. تعال شوف مسائل الترسيب كده، او اللي هي بتاعه الالكترونات دي. بص كده زي المساله رقم 6 دي، الدكتور جابها السنه اللي فاتت. مساله 6 دي بيقول ايه؟ When an aqueous solution of potassium iodide is electrolyzed using platinum electrodes. The half reactions are 2I سالب يدينا I2 زائد 2 مول الكترون، و 2H2O زائد 2 مول الكترون يدينا H2 جاز زائد 2OH. How many grams of iodine؟ كام جرام من اليود دول؟ Are produced، هيتكونوا when a current of 8.52% ملي امبير، عشان احولها لامبير اضربها في 10 والسالب 3، فلو هيمر through the cell for 10 minutes والاي ب 127. يعني لما اخلي التيار ده يشتغل في الخليه لمده 10 دقائق، المفروض هترسب لي
قد ايه من اليود اي 2 هيترسب قد ايه؟ اكتب المعادله بتاعت الاختزال بتاعت اليود اهي قدامك. المفروض ان المعادله بتقول ايه؟ انت معاك الاي ومعاك التي، تعرف تجيب الشحنه ولا لا؟ طلعت الشحنه معانا اهي. المفروض ان كل واحد مول اي 2 اهو، الواحد مول ده مترسب من شحنه مقدارها كام؟ 2 مول الكترون، اللي هي 2 في 96500، او انا حالل على الشيت القديم ممكن تشيل دي وتخليها كام؟ 485. ماشي، مش هتفرق في الناتج كتير. يبقى الشحنه اللي مرت عندي فعليا اللي هي ال 5.112 دي ترسب كام مول من الاي 2؟ يبقى النمبر اوف مولز ديبوزيتد بكام؟ تخلص دي بتطلع عدد المولات اللي اترسبت. طيب الكتله بتاعت الاي 2 هو عايز العدد المولات ولا عايز الكتله؟ هاو ميني جرامز. طيب عشان احولها لجرام اعمل ايه؟ اضرب عدد المولات دي في كتله المول بتاعت الاي 2 اللي هي 2 في كام؟ في 127. يطلع لك الناتج. دي الدكتور جابها السنه اللي فاتت في الفاينل على اربع نقط. بص كده معايا، قال لك في الاول ذا كوانتيتي اوف تشارج از الشحنه بكام؟ هتقوم ضارب لي التيار، انا مديك التيار وغير الرقم بس، غير التيار خلاه 18.73 ملي امبير والزمن خلاه 17 مينتس. هتضرب لي التيار في مين؟ في الزمن، بس هتضرب ده في 10 وسالب 3 والزمن هتضربه في 60 عشان تحوله ثانيه، جبت الكيو. طب المطلوب الثاني نمبر اوف مولز اوف الكترونز ريكوايرد، عدد مولات الالكترونات اللي هتطلع من الانود تروح للكاثود. هتعمل ايه؟ هتقول لي والله الواحد مول جاي من شحنه 2 في 96500، يبقى الشحنه اللي عندك دي ترسب كام مول من الاي 2؟ هتطلع كده عدد مولات الاي 2 اللي ترسبت. طيب دي عدد مولات الاي 2 اللي ترسبت، المفروض ان الواحد مول جاي من 2 مول الكترون، الواحد مول جاي من 2 مول الكترونات، يبقى العدد المولات اللي انت رسبته ده جاي من كام مول الكترونات؟ طرفين في وسطين. ماشي، تقوم ضارب طرفين في وسطين تجيب عدد مولات الالكترونات. ماشي، نمبر اوف مولز اوف الكترونز، دي عدد مولات مين؟ اوف الكترونز. ماشي، عدد مولات الالكترونات اللي اترسبت، هيطلع معاك الرقم ده، هتلاقيها على طول عندك في الاختيارات 1.97، هتلاقيها 1.98 في 10 اس سالب 4. هو الدكتور حاططها كده بالصفر قبليها كده، دي اس سالب 4 مش سالب 40. ها صح كده. طيب بعد كده طلب منك الماس اوف يودين، مش انت طلعت عدد مولات اليود اللي اترسبت اهي اللي كانت فوق دي، نمبر اوف مولز اوف يود 9، هتضربها في كتله المول اللي هي 2 في 127، يبقى هتضرب الرقم دوت في كام؟ في 2 في 127 هيطلع 0.0251. هو كاتبها لك 2.5 في 10 اس سالب 2، يعني حرك العلامه رقمين وحط 10 اس سالب 2. صعب الكلام ده يا شباب؟ يبقى الاسئله بتاعت الالكتروليتيك سيل او اللي هي الماس ديبوزيتد والحاجات دي، شوف كده كمان مساله عليها عشان برضو الموضوع يثبت بالنسبه لكم. مساله رقم 13 دي مساله كويسه. بنستفيد ايه بقى من موضوع الالكتروليتيك سيل دي؟ ان احنا زي ما احنا قلنا كده الماس ديبوزيتد دي اقدر اتحكم فيها من خلال التيار والزمن. مش انت دلوقتي بيقول لك ايه؟ هاو لونج هاز ا كارنت اوف 3 امبير، تيار مقداره 3 امبير، تو بي ابلايد ثرو ا سوليوشن اوف سيلفر نيتريت، يعني محلول في نترات فضه. محلول في ايه؟ نترات فضه. يعني كده اللي انا عشان بس ابسط لكم الموضوع شويه، ادي عندنا محلول فيه نترات فضه، احنا يهمنا مين؟ يهمنا النص اللي فيه الكاثود. ماشي، ادي القطب اهو الكاثود محطوط هنا، وانت هتوصله بمين يا شباب؟ بالسالب. ليه؟ عشان الالكترونات تخش له، ولما الالكترونات تخش هنا عند السالب ده كده، لما الالكترونات تخش هنا تلاقي الاي جي موجب موجود هنا، مش ده محلول نترات فضه؟ فيدي لك اي جي موجب وايه وان او 3 سالب. فالاي جي الموجب ده لما يحصل له اختزال هيحصل له ايه؟ هيترسب هنا كده. الكتله اللي هتترسب هنا كده دي هتغطي الايه؟ القطب اللي موجود هنا. كل ما انت تزود التيار والزمن تلاقي الكتله ترسبت هنا اكتر لحد ما تغطي الحاجه دي. دي بيستخدموها في حاجه اسمها الالكتروبليتنج، اللي هو الطلاء بالكهرباء، ان هو يرسب يتحكم في البطاريه اللي موجوده هنا دي، يتحكم في التيار بتاعها اللي هو الاي، ويتحكم في الزمن بتاعها اللي هو التي، يقدر يجيب لك منها مين؟ الكيو. كيو بيساوي ايه؟ اي في تي. من خلال الشحنه دي اللي انا همشيها هنا هقدر اتحكم في الكتله المترسبه. فشوف هو قال لك ايه هنا؟
how long has a current of 3 امبير، عندي تيار قيمته 3 امبير to be applied through a solution of silver nitrate، امرره خلال، يبقى انا عايز الزمن اللي التيار قيمته 3 امبير يمر خلال محلول نترات فضه، يبقى هيرسب مين؟ هيرسب الفضه. تمام؟ to coat a metal surface، عشان الكتله اللي هتترسب دي تغطي سطح معدني of 80 سم مربع اريا، المساحه بتاعته 80 سم، with 5/1000 سم thickness layer، وتخانه الطلاء اللي انت هتحطه دي، التخانه اللي انا حطيتها اللي هي التخانه اللي هنا اللي بره دي كده 5/1000 سم. ماشي؟ وقال لك كثافه الفضه 10 جول. انت يهمك ايه؟ الاختزال. تفاعل الاختزال بيحصل لمين؟ بيحصل للاي جي، اهو اي جي موجب زائد مول الكترون عشان هو احادي. افتكر دايما العناصر اللي هتتكرر معانا، اي جي احادي، سي يو ثنائي، ان اي ثنائي، اي ال ثلاثي، اف اي في منه ثنائي وفي ثلاثي، الكروم رباعي بس ده مش موجود عليه مسائل، في من الكروم في منه سداسي وفي منه ثلاثي، ثلاثي وثلاثي، معلش مفيش رباعي. بس تقريبا هم دول العناصر، النحاس قلنا النحاس سي يو ثنائي، والاي جي الفضه واحد، هم دول اكتر حاجه هتلاقيهم متكرره في الشيت يا شباب. طيب انت معاك الاي وعايز الزمن من المعادله دي، مش المفروض ان الواحد مول اي جي جاي من شحنه واحد مول الكترون اللي هي 96500 او 96485، صح؟ وهتقدر تقول ايه؟ ان الواحد مول اي جي جاي من واحد مول الكترون، صح؟ اللي هو الواحد مول اي جي جاي من شحنه، ممكن تخلصها على طول، بص كده معايا، ممكن تقول له الواحد مول اي جي اللي هو 107 جرام، مش الواحد مول الكترون او الواحد مول من الاي جي ب 107 جرام، ده جاي من شحنه كام؟ واحد مول الكترونات اللي هي 1 في 96500 كولوم. تمام؟ اذا انت عندك الشحنه ولا عندك الماس؟ لا انا عندي الماس دي بوزيتيف. طب انا هرسب كتله قد ايه؟ مش انا معايا الكثافه؟ مش الكثافه دي بتساوي الكتله على حجم؟ انا مش معايا الكتله بس معايا الحجم اللي هغطيه، 80 مساحه، المساحه السطحيه 80 في الارتفاع 5/1000 اللي هو سنتيمتر مربع في سنتي، يديك سنتيمتر مكعب حجمه. هطلع من هنا الماس اللي انا عايز ارسبها طلعت كام؟ 4.2 جرام يا شباب. يبقى دي الكتله اللي هتترسب. ارجع هنا كده في المساله بتاعتي اقول له والله انا مش عايز 107، ده انا عايز كام؟ انا عايز 4.2 جرام. ده جاي من شحنه كام؟ طرفين فوسطاء. ماشي؟ يبقى انت كده تقدر تخلص بخطوه واحده بدل ما انا ايه؟ بدل ما انا عماله مجزقها كده. طيب انا مجزقها هنا ليه كده؟ لان الدكتور عماد بيحب كده. زي ما انت شفت في الامتحان هيسالك الاول على النمبر اوف مولز اوف الكترونز، الواحد مول اي جي جاي من واحد مول الكترونات. طب شويه المولات اللي انا عايز ارسبها دي جايه من كام مول الكترونات؟ يدي لك كذا. طيب شحنة المول من الالكترون 96500 تضرب لي الان في الاف يديك الكيو، يبقى انت كده جبت الشحنة اللي عندك. طب الكيو بيساوي اي في تي، اقدر اجيب التايم ولا لا؟ اقدر اجيب. عايز تحل كده ماشي، عايز تحل بالطريقة التانية ماشي، اللي يناسبك. ماشي يا شباب؟ طيب نرجع بقى للشرح تاني. ده كده النص الاولاني في الايه؟ في التشابتر. طيب النص التاني الكلام ده كله انا بحسبه امتى يا شباب؟ بحسبه في الحاله الستاندرد، يعني لما يكون الضغط بواحد بار او واحد اتموسفير، درجه الحراره 25 سيليزيوس او 298 كلفن، وضغط الغاز اللي بيبقى موجود هنا او التركيز المحلول بيبقى واحد مول. لو انا غيرت اي حاجه من القيم دي يا شباب قيمه جهد الخلايا هتتغير، بمعنى لو المحلول اللي محطوط هنا ده بقى نص مولر، لا كده يا باشمهندس جهد الخلايا مش هيطلع نفس الرقم اللي انت طلعته من شويه. طب لو خليت درجة الحرارة دي مش 25، خليتها أي رقم تاني، قال لك لا برضو جهد الخلية هيتغير. هيتغير يبقى كام بقى؟ قال لك هيبقى رقم جديد طبقا للمعادلة اللي هي بتاعت نيرنست ايكويشن. يبقى الحالة الستاندرد ها هي الإي نود سيل، بتحصل إمتى؟ عند التي 25 ماشي؟ والسوليوشن هتكون تركيزها 1 مولر، والجاز هيكون تركيزها كام؟ أو ضغطها كام؟ 1 أتموسفير. ماشي؟ لو الخليه بقت نون ستاندرد بقى، بص اهو الراجل جايب لك ملخص اهو، قايل لك ان الاي نود سيل تبقى موجبه لو التفاعل سبونتينيوس والكرنت بروديوس هينتج كرنت يعني، والجلفا ودي اسمها جلفانيك سيل،
تبقى سالبة لو التفاعل غير تلقائي، اللي هو هنجيب بطارية هي اللي الخلية هتستهلك تيار، هي اللي هتاخد التيار من البطارية، ودي بنسميها الكتروليتيك سيل. طب لو طلعت بصفر، اي سيل بصفر، هيبقى ده كده عند الاتزان، اي سيل ماشي مش اي نود، اي سيل بصفر يبقى كده مفيش تيار، وكده بيسموها ديد باتري، يعني البطارية خلصت. عارف انت الحجارة لما بتخلص، خلاص يبقى كده وصلت للاتزان، يعني ما عادش فيه. طيب معادلة نيرنست دي بقى اللي احنا بنعرف عنها جهد الخلية لما بتكون نان ستاندرد، لما غير اي رقم من الارقام اللي انا قلتها دي، بتقول لك ان الاي سيل جهد الخلية لما بتكون نان ستاندرد بيساوي اي نود سيل جهد الخلية لو كانت ستاندرد، واطرح منه شوية حاجات. ار الثابت العام للغازات اللي هو لازم 38، عشان هنا وحدته جول لكل مول كلفن، شبه المعادلة بتاعت لين لو فاكرين، على ان عدد مولات الالكترونات اللي هي بتبقى في المعادله بتاعت الاكسده والاختزال اللي هي 1 او 2 او كده، واف شحنه المول من الالكترونات اللي هي 96485 او 96500 مش تفرق كتير، لان كيو سي، فاكرين كيو سي بتاعت شابتر 4، كيو سي اللي هي النواتج اس عدد مولاتها على المتفاعلات اس عدد مولاتها. التفاعل اللي قدامك ده كده عندك النواتج هي مين؟ سي، يبقى تاخد تركيزها اس عدد مولاتها، في دي تركيزها اس عدد مولات، وعلى المتفاعلات A اس عدد مولات وB اس عدد مولات. وخلي بالك ان الكي سي والكيو سي ما بيخشش فيهم مين؟ السوليد ومين يا شباب؟ السوليد والليكويد، يبقى السوليد والليكويد مالهم؟ مش داخلين معانا يا رجاله. طيب لما ابدا اعوض بقى، قال لك خلي بالك انت هتعوض لي في الكيو سي دي بتركيزات وضغوط. ليه يا باشمهندس؟ عشان زي ما انت شايف كده الخليه اللي الراجل نيرنست ده عمل عليها كان نصها محلول ونصها التاني غاز هيدروجين، يعني كان نصها محلول وفي غاز هيدروجين اهو، وهنا ده محلول. يبقى انت لو لقيت ضغوط خد الضغط اس عدد مولاته، لو لقيت تركيز خد التركيز اس عدد مولاته مع بعض في نفس المعادله يا باشمهندس. فاكر هناك في الاتزان كنا بنقول في حاجه اسمها كي سي وكي بي، دي ضغوط ودي تركيزات، هنا لا كله خلطبيطه في بعضه، تمام كله داخل في بعض. يبقى انت لقيت ضغوط خد ضغط اس عدد مولاته، لقيت تركيز خد التركيز اس عدد مولاته. ويبقى امتى الكلام دوت؟ في حاله نان ستاندرد، يعني لو غيرت درجه الحراره عن 25، غيرت احد التركيزات عن 1 مولر، غيرت احد الضغوط عن كام؟ عن 1 بار او 1 اتموسفير. ماشي يا شباب؟ وفي ملحوظه اهي، قال لك عند الاتزان البطاريه مالها؟ ديد باتري، يعني اي سيل بكام؟ بصفر، لان عند الاتزان ده هل هي ستاندرد ولا لا؟ عند الاتزان حد عارف قيمه تركيز الاتزان بيبقى بكام؟ لا اكيد مش واحد، يعني احنا قلنا الستاندرد دي لو التركيز بواحد، عند الاتزان التركيز مش واحد، اذا عند الاتزان الخليه ليست اي نود سيل، امال مين؟ اي سيل بس. ولما اي سيل بصفر يبقى القانون هيبقى اي نود سيل بيساوي ار تي على ان اف لان كيو سي. ماشي، لما الترم دوت يبقى بصفر ودي ده الناحيه الثانيه كده، هتلاقي اي نود سيل بيساوي ار تي على ان اف لان كيو سي. بص كده معايا، ادي مثال اهو الدكتور جايبه لك، قال لك assume that you have a cell، دي أمثلة المحاضرة اللي بتبقى في المذكرة، دي أمثلة المحاضرة، that has iron to concentration of كذا and H موجب concentration of كذا. التركيزات دي واحد ولا غير الواحد؟ قال لك لا غير الواحد، يبقى الخلية دي في الوقت ده ستاندرد ولا نون ستاندرد؟ لا نون ستاندرد يا باشمهندس، خلاص تمام كده. the cell temperature is 38، وكمان غير لك التمبريتشر، يعني كده نون ستاندرد بشكل نهائي خالص. And the pressure of H2، وضغط ال H2 مش واحد اتموسفير كمان، ده كده مغير لك كل حاجه فيه. What would the cell potential under these conditions؟ تقدر تقول لي في الظروف دي جهد الخليه هيطلع زيه زي الستاندرد؟ اكيد لا. طب تعرف تحسب لي جهد الخليه الستاندرد؟ بص كده على التفاعل، هو هنا ما ادانيش اوفر اول رياكشن صح؟ طالما ما ادانيش اوفر اول رياكشن هرجع للمنطق بقى، المنطق بيقول ان اللي جهد اكسدته عالي، اللي جهد اختزاله عالي يحصل له اكسده ولا اختزال؟ الراجل ده جهده بصفر، اما الراجل ده جهزه بسالب 44%، يبقى مين المفروض يحصل له اختزال؟ العالي في الاختزال يحصل له اختزال، والقليل في الاختزال يحصل له اكسده، يبقى الحديد هيحصل له اكسده والهيدروجين هيحصل له اختزال. هاخد معادله الهيدروجين اغيرها ولا اسيبها زي ما هي؟ انزلها زي ما هي، والراجل ده عشان يحصل له اكسده اقوم مغير الاشاره بتاعته بالشكل اللي انت شايفه. ماشي؟ او ممكن ان انت ترجع للقانون، بس انا ما بحبش القانون. القانون بيقول لك اي نود كاسود ناقص اي نود ان، بس لازم ما تغيرش حاجه في حاله القانون. خلي بالك بص كده معايا، هتشوف احنا قلنا مين اللي هيحصل له اختزال؟ ده اللي هيحصل له اختزال، يبقى كاسود ولا انود؟ كاسود، يبقى جهده بصفر اهو الان الكاسود.
ناقص اي نود انود اهي سالب 44، هاخدها باشارتها من غير ما اغير حاجه. يبقى انت لو هتحطها لي زي المساله اللي في الشيت كده، لو انت هتعملها لي زي المسائل اللي في الشيت كده، تيجي تحطها لي تحت بعضيها بالمنظر ده كده، تمام؟ لو انت هتعملها لي بالشكل ده كده، تشوف مين حصل له اكسده طبقا للتفاعل الكلي وتغير اشارته، واللي حصل له اختزال تنزله زي ما هو. امال لو هتعوض في القانون، هاخد كل واحد باشارته بس اعرف مين اللي حصل له اكسده واختزال منين؟ من التفاعل الكلي. طب ما عنديش تفاعل كلي، ارجع للمنطق. المنطق بيقول ان اللي بيحصل له اكسده هو اللي جهده قليل اهو، يبقى ده اللي هيحصل له اكسده، يبقى هو ده الانود. واللي بيحصل له اختزال هو اللي جهده عالي اهو، يبقى دوت هيحصل له اختزال، يبقى هو ده الكاثود. ماشي؟ طيب كتبنا التفاعل الكاثود رياكشن والانود رياكشن، وحطينا الاوفر اول رياكشن الاثنين مع بعض. ماشي؟ سواء عوضت في القانون اهي طلعت 44%، سواء خدت الكاثود زي ما هو والانود انت عكسه ومغير الاشاره برضه هيطلع لك موجب 44%. كده اي نود سيل معانا بكام؟ ب 44%. ناقص ار تي على ان اف 831 والتي 38 زائد 273، ان كام مول الكترونات؟ ادي 2 اهم، ده فقر 2 وده اكتسب 2، يبقى 2 في 96 500 او 96 485. لان كيو سي فين كيو سي؟ بص كده على النواتج، النواتج في اف اي موجب واستعراض مولاته واحد، واتش 2 جاز ضغطه واستعراض مولاته واحد. ايه ده يا باشمهندس؟ تركيز وضغط؟ اه زي ما احنا اتفقنا دلوقتي. التركيز كام بتاع الاف اي؟ هو قايل لك في المساله 15، ذا كونسنتريشن اوف ايرن 2 15 من 1000، يبقى كده 15 من 1000 اس 1. في ضغط الهيدروجين هو قايل لك 4 من 100 اتموسفير، يبقى 4 من 100 اس 1. على المتفاعلات، مين المتفاعلات؟ عندي اف اي سوليد هيخش معايا؟ لا، الاف اي دوت ماله؟ ما بيخشش معايا. طيب والاتش الموجب هيخش معايا اس كام؟ اس عدد مولاته 2. تركيز الهيدروجين كام؟ هو قال لك تركيز الاتش الموجب 1 في 10 اس سالب 3، يبقى 1 في 10 اس سالب 3 اس عدد مولاته كام؟ 2. يبقى انا ما بحبش اخليك تطبق في القانون. ليه؟ لان انت لو طبقت القانون يا باشمهندس، لو انت طبقت القانون زي هنا كده، لو انت طبقت القانون زي هنا كده، مش هيظهر عندك الاثنين اللي بقت موجوده هنا دي، فانت هتنسى ترفع الاس على الاثنين. فانا دايما احبك تكتب الكاثود رياكشن اللي هو اللي حصل له اختزال تنزله زي ما هو، والانود رياكشن اللي حصل له اكسده يعمل ايه؟ يتغير الاشاره بتاعته، عشان يظهر معاك الارقام النهائيه دي في الاوفر اول رياكشن، وتعوض تجيب مين؟ قيمه الايه؟ الجهد بتاع الخلية. طيب شوف مساله كمان. فور ذا فولوينج رياكشن، مدي لك تفاعل اهو، هو اللي اداني التفاعل الاوفر اول، ما ينفعش ارجع للمنطق بقى هنا، ما ينفعش ايه؟ ارجع للمنطق، لا لازم اشوف الاوفر اول رياكشن ده بيقول مين اكسده ومين اختزال. الاف اي موجب 3 تحول الى اف اي موجب 2، يعني الايونات زادت ولا قلت؟ قلت، يعني حصل له اكسده ولا اختزال؟ اختزال. والسي يو سوليد تحول الى سي يو موجب، يعني المعدن تحول الى ايونات يبقى حصل له اكسده. يبقى هو الدكتور عايز السي يو يحصل له اكسده والزد والاف اي يحصل له اختزال. اكتب معادله الاكسده بتاعت السي يو، هل هي زي دي ولا عكسها؟ لا يا باشمهندس، عكسها، تقوم عاكس السي يو ومغير الاشاره بتاعته، والاف اي اختزال انزلها زي ما هي. جمع الاثنين مع بعض يديك 77% ناقص 34% يدي لك 0.43. والتفاعل الكلي قدامك هو بقى بالشكل ده كده، والاثنين دي ظهرت اهي، تمام؟ 2 اف اي موجب يدي لك اف اي موجب 3، ماشي؟ يبقى المعادله فيها مضروبه في 2. ليه؟ لان ما ينفعش دوت يكتسب مول واحد الكترون وده يفقد 2 مول، لا لازم اضرب المعادله دي كلها في كام؟ في 2. اصبحت المعادله بالشكل اللي قدامك ده. طيب هو عايز ايه؟ عايز جهد الايه؟ الخليه، او التفاعل الكلي، او الجهد الكلي بتاع الخليه اللي هو الستاندرد، ما غيرش اي حاجه، لا قال لي تركيز ده كام ولا ده كام ولا ده كام ولا ده كام. حتى انت لو عايز تعوض في معادله نيرنس تعوض يا عم. لن كيو سي بكام؟ لن 1 في 1 على دوت سوليد مش هيخش معانا في 1، لن الواحد بكام؟ بصفر. فهتلاقي ان الترم ده كله بصفر، يعني اي سيل هي نفسها اي نود سيل، يعني هتطلع كام؟ هتطلع 34. يعني بيقول لك ايه؟ فوق يا عم الحاج، انت الخليه دلوقتي في الحاله الظروف اللي احنا فيها دي هي في وضعها الستاندرد، ماشي؟ اخر جزئيتين بقى هو التطبيق على عمليه الالكتروليسيس دي يا شباب، اللي هو ايه التطبيق بتاعنا؟ هو
عملية الالكتروليسيس بيكلمك عنها، بيقول لك ان الجلفانيك سيل بتطلع تيار عن طريق تفاعل الاكسده والاختزال سبونتينيوسلي. امال الالكتروليتيك سيل ها هي بتستخدم الطاقه الكهربيه اللي هي مصدر التيار اللي انت حاطه ده عشان اطلع تفاعل كيميائي معين. ازاي؟ عن طريق فورسنج اكرنت، يعني انا اللي بجبر التيار، انا اللي باجبر التيار ان هو يخش عند الزد ان ويتسحب من السي يو من النحاس. ماشي كده؟ والسيل بوتنشال بيطلع موجب ولا سالب؟ زي ما اتفقنا هيطلع سالب والتفاعل يكون نون سبونتينيوس. طيب الالكترو بليتنج ده بقى تطبيق، زي ما قلت لك من شويه انا اقدر اتحكم في التيار اللي مارر هنا عشان ارسب كتله معينه على الادوات بتاعت الميدان زي المعالق والشوك والحاجات اللي عندنا بتبقى بتاعت السفره دي. عباره عن ايه؟ عباره عن معدن ان اكسبنسيف، تمام؟ بيجيبوا معدن اهو the spoon which is made of an inexpensive metal is connected to the negative terminal. هو ده اللي يهمني، انا بوصلها بالموجب ولا بالسالب؟ زي ما قلت لك بوصلها بالسالب عشان الالكترونات تخش لها ويبدا يترسب عليها الكتله، تمام؟ and act as اللي بوصله بالسالب هو الانود ولا الكاثود؟ الكاثود، يعني الكتله هتترسب عليه ولا لا؟ هتترسب عليه، تمام؟ the anode is silver electrode، والانود هو ده السيلفر اللي هيطلع منه الالكترونات اللي البطاريه هتشدها من الناحيه الثانيه، تمام؟ طيب دي الفكره بتاعت الالكتروبليتنج. الالكتروبليتنج مهم ليه؟ هو قال لك الالكتروبليتنج ريزلت ان ا ثين كوتنج اوف وان ميتال، جابها السنه اللي فاتت دي. يعني الالكتروبليتنج بينتج عنها طبقه رفيعه من الطلاء من معدن معين اللي هو اللي انت موصله بالموجب ده الاي جي، لما يفقد الكترونات هيطلعها وتروح ايه؟ تغطي المين؟ الاي جي ده في المحلول بتاع الاي جي انه اسري، هتغطي المعلقه في محلول الاي جي انه اسري. ماشي؟ دي جابها السنه اللي فاتت كده. قال لك الكتروبليتنج ريزلت ان ا ثين كوتنج اوف وان ايه؟ وان ميتال ولا وان مينرال ولا وان ماتر ولا وان ماتيريال؟ لا وان ميتال، معدن. مين اللي بترسب؟ معدن، معدن زي الفضه والذهب. هيجي هنا برضو يقول لك مين اللي بيحصل له الكتروبليتنج؟ مين المعادن اللي بيتعمل بيها الكتروبليتنج؟ ممكن اعمل بالكادميوم، ممكن اعمل بالكروم. الكروم دوت بيعملوا منه ايه؟ كروم بليتد اوتوموبيل بارتس اللي هي المقابض بتاعه العربيات والرفارف والحاجات دي بيعملوها من الكروم. الذهب اللي هو الطلاء بالذهب والفضه بيبقى في الادوات بتاعه المائده اللي هي جولد بليتد والسيلفر بليتد تيبل ويل اللي هي الادوات بتاعه المائده، والاكسسوارات اللي هي بتاعه الجواهر. ماشي يا شباب؟ كل ده بيتعمل بالكروم والكادميوم والنيكل والنحاس والجولد، كل المعادن دي بيتعمل بيها الكتروبليتنج. طيب ايه فايده الالكتروبليتنج؟ قال لك بيعمل كذا حاجه. اول حاجه انت لما حطيت الطبقه دي، هل المعالق اللي عندك الاستانلس او اللي عليها فضه من فوق دي بتصدي؟ لا، فبتخليها مور كوروجن ريزيستنس، يعني بتخليها مقاومه للصدأ كتير، وبتخلي الشكل بتاعها مور اتراكتيف فينيش، بتخلي الشكل بتاعها كويس، وسترينث ذا سيرفيس يعني بتقويها، ولو في شوائب في المعدن بتقوم ايه؟ شايلها. برضو الاربع حاجات دول تكون عارف. ماشي كده؟ بس اخر حاجه في الشابتر هي الكروجن. اخر حاجه في الشابتر هي الكروجن. هيبدا يكلمك على عمليه التاكل. التاكل دي يا شباب هي عباره عن خليه جلفانيه. احنا لسه قايلين عشان يحصل اكسده واختزال لازم يكون عندي معدنين، تمام؟ المعدنين دول في بينهم فرق في الجهد، فواحد بيحصل له اكسده والتاني بيحصل له اختزال. طيب لو هما نفس المعدن هل ممكن يحصل اكسده واختزال؟ اه، لو التركيزات مختلفه. بص كده، لو انت عندك حته حديد بالشكل ده كده، الحديد دي جه عليها ووتر دروب واكسجين، دول الظروف القياسيه اللي انت عايزها عشان يحصل كروجن. الكروجن هو عمليه ديجراديشن. يعني ايه ديجراديشن؟ يعني تهالك للميتال، المعدن ما بقاش ينفع يستخدم تاني. ليه؟ عشان بيحصل له اكسده. كروجن انفولفز ذا اوكسيديشن اوف ميتال، يعني عمليه اكسده. ايه اللي بيحصل بقى؟ قال لك الحديد ده عشان جهده قليل فبيحصل له اكسده، والاكسجين اللي في الجو مع الووتر دروب، الووتر دروب دي بتعمل كالكترولايت، كان هي الالكترولايت اللي هو الموجب والسالب. فالحديد بيتحول الى اف اي موجب زائد 2 مول الكترون، حصل له اكسده. والاو 2 في وجود الدروب بتاعت الميه بيكتسب 4 مول الكترون، يتحول الى 4 او اتش زي ما انت شايف كده. الراجل ده بيحصل له اكسده ويطلع لك ايونات الاف اي موجب، والاكسجين بيحصل له اختزال في الجنب ده، هو الكاثود، الاكسجين هو الكاثود، تمام؟ بيحصل له اختزال ويطلع او اتش. الاف اي موجب والاو اتش السالب بيتقابلوا في الحته اللي في النص دي اللي بيتراكم عليها الرصد،
انت لما بيبقى عندك باب حديد كده مثلا او حته حديده صد، بتلاقي فيه جزء متاكل زي اللي في النص ده، وجزء متراكم عليه رست. ايه رست؟ الطبقه اللي انت بتيجي تشيلها بالصنفره دي. الطبقه دي جايه منين؟ من الايونات بتاعت الاف اي مع الاو اتش السالب اتحد ادالك اف اي. بص كده المعادلات مش عليك يعني، بس تعرف لي اخر حاجه، يديك اف اي او اتش باي 2. لما الاف اي موجب والاو اتش السالب اتحدوا مع بعض يديك اف. دي بدايه الرست، بدايه الصدأ لما تكون، هو الماده الصلبه دي. الاف اي او اتش باي 2 ده في وجود الاكسجين تاني، مش الاكسجين ده موجود في الهواء على طول، والووتر دروب دي موجوده فوق الميه فوق الحديده على طول. في وجود الاكسجين مع الميه اهو، بيبدا ده مع الاكسجين مع الميه يكون لك اف اي 2 او 3 دوت اتش 2 او. هي دي الراست فورم، دي اللي لازم تحفظها لي. ليه؟ لان الدكتور السنه اللي فاتت جابها في الامتحان. بص معايا كده، قال لهم ايه؟ قال لهم راست فورمولا از، الصيغه بتاعت الراست بتاعت الصدأ بتاع الحديد هي مين؟ هي اكسيد الحديد الثنائي دوت ايه؟ دوت اتش 2، يعني اللي هو الهيدروكسيد بعد ما اتفاعل مع الاكسجين والميه، تمام؟ فبيدي لك اكسيد حديد دوت ميه. ماشي يا شباب؟ طيب الالكترو بليتنج هو السؤال اللي احنا لسه قايلينه، ريزلت ان اسين كوتنج اوف 1 ايه؟ اوف 1 متر. الدكتور بيجيب الحاجات كوبي بيست من المحاضره، فلازم تقرا كل الكلام اللي انا كاتبه لك ده. طيب ازاي يمنع الكروجن ده يا شباب؟ عندنا ثلاث طرق. اول حاجه او اقدم حاجه هي مين؟ هي الكوتنج. الكوتنج دي هي البرايمري مينز. يعني ايه البرايمري؟ هي الفكره الاساسيه بتاعت الحمايه. ان انت لو عندك باب حديد مصدي مثلا عايز تحافظ عليه من الصدى، بتعمل ايه؟ بتقوم جايب صنفره وشايل الصدى اللي عليه، وتجيب لك علبه بويه وتقوم حاطط عليه البويه دي. الفكره بتاعت البينت اللي هي البويه اللي انت جبتها دي، او الميتال بليتنج زي ما عملنا في الادوات بتاعت المائده دي، بتعمل ايه؟ ان يعني هي بتحمي المعدن من الاكسجين ومين؟ من الرطوبه. بتمنع وصول الاكسجين والرطوبه جوه عشان ما يحصلش التفاعل بتاع الاكسده والاختزال اللي انت شفته هنا. ماشي يا شباب؟ فدي اقدم ايه؟ اقدم طريقه اللي هي الكوتنج. الكوتنج ده في مثلا الستيل بيعملوا له كوتنج بمين؟ بالكروم والقصدير. ليه؟ عشان يحصل لهم هم اكسده والحديد ما يحصلوش اكسده، الطبقه اللي على الوش هي اللي تتاكل والحديد ما يحصلوش تاكل. الاشهر من الموضوع ده هو حاجه اسمها الجلفانيزيشن، اللي هو ان هم بيجيبوا الستيل ده يغمروه في زد ان. اشمعنى؟ اصل الزد ان جهده في الاكسده عالي، هيحصل له اكسده. دي جهود اكسده مش اختزال. جهده في الاكسده عالي فيحصل له اكسده. فمين اللي يتاكل، الحديد ولا الزد ان؟ لا، الزد ان هو اللي هيتاكل. ليه؟ لان هو اللي هيحصل عنده اكسده. فبنسمي الزد ان، الجمله دي مهمه جدا، بنسميه ساكريفيشال كوتنج. يعني ايه؟ يعني هو دوت القربان او الضحيه، اللي هو مين اللي هيتاكل لما انت تحط الحديد عليها زد ان؟ الحديد اللي هيتاكل ولا الزد ان لما يجي كروجن، لما يجي عليها ميه ويجي عليها اكسجين؟ لا، الزد ان هو اللي يتاكل وتحافظ على الجزئيه بتاعه الحديد بتاعته. دي اقدم حاجه. طيب بداوا يطوروا شويه لما عملوا موضوع الالوينج اللي هو السبائك. ايه السبائك دي؟ بيبقى خلط اكتر من ماده مع بعضيها بحيث ان هي يخليها قويه اكتر ومور كروجن ريزيستنس، يعني مقاومه للصدأ. زي مين؟ اشهر حاجه هو الستانلس ستيل. الستانلس ستيل ده، الستانلس ستيل هو عباره عن سبيكه من النيكل والكروم، سبيكه من النيكل والكروم، تمام؟ الاثنين بيكونوا اكاسيد من الطلاء بتاعهم على السطح بتاع الحديد. انت بتجيب معدن تعبان زي الطبق الستانلس كده، طبق الستانلس دي بتبقى معدن حديد عادي خالص من الرخيص ده، وبيبدا يحط عليه طبقه من النيكل والكروم. طبقه النيكل والكروم دي مع الاكسجين بتكون اكسيد نيكل واكسيد كروم، ماله؟ نوبل ميتالز، يعني اللي هو ما بيصديش. طيب طوروا شويه عن النيكل والكروم، قال لك عملوا تكنولوجيا جديده اسمها سيرفس الويز، اللي هي السبائك السطحيه. يعني ان هو يعمل على السطح بس سبيكه. ازاي؟ عن طريق ان هو بيجيب ايونات ويعمل لها حاجه اسمها الايون بومباردمنت، اللي هو القذف الايوني، اللي هو القذف الايوني دوت اللي هو بيبدا يجيب الايونات دي او البلازما. البلازما دي سحابه من الايونات، حاجه كده بين الايونات وبين الجاز، ويحطها على المعدن عند درجه حراره عاليه، فتبدا تكون له ايه؟ تكون له السيرفس الوي. يبقى انا عايزك بس تعرف لي ايه السيرفس الوي. هي حاجه بتتكون او سبيكه بتتكون على السطح نتيجه الايون بومباردمنت يوزنج مين؟ يوزنج الايون جاز ويوزنج البلازما. ما جابهمش السنه اللي فاتت، هيجيبهم السنه دي. ماشي؟ فاكيد اكيد هيجيب حاجه على الكلام ده السنه دي. ماشي يا شباب؟
اخر حاجة في الموضوع دوت الحفاظ. يبقى انت احنا اتكلمنا على الكوتينج سواء كان بده او بده، واتكلمنا على الالوينج ان انت تعمل سبيكة الستانلس ستيل اللي هي من نيكل كروم او السبائك السطحية. اخر حاجة الكاثوديك بروتكشن او الحماية الكاثودية، ودي بتحصل فين يا شباب؟ في البايب لاينز اللي بتبقى اندر جراوند او التانكس اللي بتبقى اندر جراوند، يعني لما بيبقى عندك تانك بنزين مثلا معمول تحت الارض او ماسوره صرف صحي موجوده تحت الارض وخايف عليها ان هي تتاكل، فبتعمل ايه؟ بتقوم موصلها بسلك كده بمعدن يكون جهد اكسدته عالي. يعني ايه جهد اكسدته عالي؟ يعني يحصل له اكسده ولا اختزال؟ يحصل له اكسده. يعني ايه؟ يعني جهد اختزاله قليل، يعني مور اكتف ميتال. كل الكلمات دي ليها نفس المصطلح ونفس المعنى. يبقى المعدن اللي احنا هنوصله هنا مين؟ هو المغنيسيوم. لو انت رحت على الجدول هتلاقي ان المغنيسيوم جهده اقل من مين؟ اقل من الحديد. لو رحنا كده نشوف الجهود، الجدول اللي هو بتاع جهود الاختزال، الجدول بتاع الجهود الاختزال ادي الام جي اهو ماشي، اما الحديد فين؟ فوق. الحديد سالب 44 اما الام جي سالب 2.37، يعني جهده قليل خالص. فمين اللي هيحصل له اكسده؟ الام جي. يبقى انت بتعمل الحوار دوت عشان تخلي الام جي هو ايه؟ هو اللي يتاكل. يبقى الاكتف ميتال ده اللي هو مين؟ اللي هو الام جي. الاكتف ميتال such as ام جي هو دوت المعدن is connected by a wire to the pipeline or tank to be protected، عشان احافظ على التانك دوت او الماسوره دي. ليه؟ لان المغنيسيوم is a better reducing agent. يعني مش الراجل ده المفروض ان هو هيحصل له اكسده، واحنا اتفقنا اللي بيحصل له اكسده اسمه ايه؟ اسمه عامل مختزل، تمام؟ هيحصل له اكسده وهيحافظ keeping the iron from ايه؟ from being oxidized، يعني هيحافظ على الحديد من هو يحصل له اكسده. طيب نفس الفكره دي بيعملوها فين؟ قال لك الحوار ده بيعملوه في الشيب هالز. ايه الشيب هالز دي؟ الهيكل بتاع السفينه. السفينه دي ماشيه على طول في الميه وفي هواء حواليها، تمام؟ السفينه وهي ماشيه في الميه وفي هواء ظروف الكروجن كلها متوفره، ليه ما بتتاكلش؟ قال لك الشيب هالز دي بتتحمي بطريقه كاثوديك بروتكشن برضو عن طريق ان هم بيعملوا اتاتشنج بارز اوف تيتانيوم ميتال، يعني بيربطوا في الهيكل بتاع السفينه اقطاب او ردز او قضبان من التيتانيوم، عمدان كده او صيان يعني من معدن التيتانيوم. اشمعنى التيتانيوم؟ هتلاقي التيتانيوم جهده عالي جدا في الاكسده فهيتاكل، هو اللي يحصل له اكسده على طول. ماشي؟ ان سولت ووتر ذا تيتانيوم اكت از مين؟ التيتانيوم هيبقى هو مين؟ هو الانود، هو ده السكريفيشن، هو دوت الايه؟ اللي هنضحي بيه، هو ده اللي هنقدمه قربان عشان يحصل له كروجن. And is oxidized instead of steel hull اللي هو الكسر، بدل ما يحصل الاكسده لمين؟ للهيكل بتاع السفينه، فيقوم حاصل لمين؟ الاكسده تحصل للتيتانيوم وهيكل السفينه يحصل له ايه؟ اختزاله، ويتكون الماده اللي هتتكون دي تتكون عليه وخلاص. ماشي كده؟ اتمنى يكون الشابتر كده الدنيا واضحه فيه. ده شرح شابتر 5 عشان الناس اللي ما حضرتش او الاسبوع اللي احنا ما نزلناهوش في السكاشن بتاعت الكليه، وان شاء الله نشوفكم على خير واتمنى لكم التوفيق دايما. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.